أهلا بكم. حافظ القادسية على صدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بفوزه السهل على الجهراء بثلاثة أشواط دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح للصالات المغطاة ضمن منافسات المرحلة 13 من المسابقة. بهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، بينما ظل الجهراء على رصيده السابق ب 13 نقطة في المركز الخامس. الله 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 ليدي جولما فيكترو على الارسال، ادخال الكره قويه باستقبال الفرحان